نواصل معكم مشاهدي الكرام فقرات البرنامج للعالم هذا الصباح. ومبادرات العمل الحر تشكل إحدى السمات العصرية للمجتمعات التي تتمتع بالحرية والحيوية والديناميكية الاقتصادية. وفي هذا الصدد أقيم في الجمعية الرئيسية لمنطقة صباح الناصر معرض المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة. طبعا ركز كثيرا في برنامج العالم هذا الصباح على هذه المواضيع والمشاريع الصغيرة وتشجيع الشباب على هذه المشاريع. طبعا هذا المعرض ضمن بين جنبات العديد من الأفكار والمبادرات الشبابية، ما يدل على اهتمام دولة الكويت أكيد بالمشروعات الصغيرة ودعمها بما يساهم في خلق فرص العمل الحر أمام الشباب الكويتي. لنتابع. المشروعات الصغيرة تمثل شريحة هامة وأساسية في البنية الاقتصادية، وتعتبر المهد الطبيعي لانطلاقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أن معا. فليس من المستغرب إذن إيلاء هذا القدر من الاهتمام من الجهات الحكومية وغير الحكومية للمشروعات الصغيرة. وفي هذا الصدد افتتح في جمعية الرئيسية بمنطقة صباح الناصر معرض المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة لتحفيز الشباب الكويتي على الاستثمار في مشاريعهم الخاصة. نيابة عن محافظ الفروانية الشيخ فيصل حمود الملك الصباح، تشرفت بالإنابة عنا في رعاية معرض الأسر المنتجة اللي تقيمه جمعية صباح الناصر. كنا سلسين في المشاركات، يعني قدمنا جميع، منعنا جميع المعوقات لأصحاب المشاريع الصغيرة وذللنا جميع الصعاب لهم. طبعا الإيجار يكون رمزي عندنا لمدة أسبوعين 50 دينار. اليوم الحضور ما شاء الله مثل ما أنتم شايفين حضور متفاعل، وهذا يعتبر دعم للمشاريع الصغيرة. طبعا المشاريع الصغيرة ما شاء الله متعددة الأنشطة عندنا، من الحلويات والعطور وما إلى ذلك، وهذا تأسيس وترسيخ لدعم صاحب السمو، لأن صاحب السمو في خطابه الأخير أكد على دعم المشاريع الصغيرة. المعرض احتضن العديد من المشاريع الشبابية التي لاقت إقبالا كبيرا من الجمهور في مبادرة عبرت عن الديناميكية الاقتصادية التي يتمتع بها مناخ الأعمال في دولة الكويت. مشاركين في بعض فناتك من الستاندات للعطور واستكانات الشاي، عندنا إضافة للفناتك خطاط. من احنا مشاركين بس غتر وشماغات، احنا ماركتنا اساسا هذه موجوده وعارضين هنا بالكويت. انا مشاركه بمعرض جمعيه صباح الناصر ثاني مره مشاركه لي. منتجاتي منتجات امريكيه اورجانيك للبشره وللجسم وللشعر. ان استثمار وقت فراغ الشباب بما ينفعهم وينفع مجتمعهم، وخصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الصغيره، سيخلق لا محاله شبابا متمسكا ومرتق بالقيم الوطنيه، مبدع وشريك في التنميه المستدامه. لبرنامج العالم هذا الصباح، اسماء السعدني، تلفزيون دوله الكويت.